صباح الخير يا مصر يحمل لكم الأمل. بسم الله نبدأ مع حضراتكم جولة صباح الخير يا مصر من هنا، من أرض الخير، من توشكا الخير، من قلب مزارع القمح وأودية النخيل. حلقة خاصة من قلب الحلم، نوصل إنه يبقى فيه مجرى مائي من ترعة الشيخ زايد لدلتا الصعيد الجديدة. كيف تحولت الصحراء إلى مزارع خضراء والصخور إلى ممرات مائية؟ إمكانيات الهيئة الهندسية وخبرات وزارة الري تكاتفوا سوا عشان خاطر نقدر نفجر العائق الصخري اللي هو 10 كيلو. وكيف هبط الحلم إلى أرض الواقع؟ الحمد لله ربنا كرمنا في توسعات كبيرة جدا في مجال القمح. صباح الخير يا مصر شاهد على عصر الخير، حلقة خاصة من توشكا الخير. صباح الخير يا مصر، الجمعة 7 صباحا على قناة مصر الأولى.